بقى الكادر بعد اذنك. تاني؟ اه بعد اذنك. طب بلاش الحركات دي. دلوقتي انا كنت في منافسه بيني وبين مهيب، ولكن مهيب ولا هو اهلاوي ولا بيراميدز ولا مقصه ولا اتحاد، هو انا كنت عملته منافس ليا، ولكن هو مش منافس، هو مذيع ولا زملكاوي يعني؟ بس ولا لا انا بتكلم ولا ولا لا انا يعني بتكلم عشان الزملكاوي. اوكي ماشي، فانت كنت المنافس بتاعي تمام. هو مش منافس لينا، فعشان كده انا متنازل عن حلقات شعره، ان هو مش طرف، هو مش طرف، انا كنت عامله طرف عشان الناس كلها تعرف ان في منافسه بين لا لو عايز اخش في طرف في اي مباراه اخش ببقى الله واثق. طب هتقولي بقى لا لا طب تعالى بقى حجاره يعني ما تقوليش اتنازلت، انا مش طرف فعلا حقيقي مش في طرف الموضوع. بس ماشي يعني عايز تحلق؟ ايه؟ لا هات الكوافير يا عم لو بتاعك. كنت اصريت ان انا اخش في المنافسه معاك لا انا لحاجه اصريت، بس انا بمشي لك من كنت احلق. بس من انت كنت الحركه. للامانه كنت هتحلق، طبعا انا والراجل موجود الحلاق كنت والدنيا هشيل، تمام. انا شلتك من يعني انا ربنا دلوقتي يخليك يا كابتن. يعني اخبار يعني السوبر ايه؟ تحب جنبتك من الـ من الـ طب من السوبر الاحراج ايه؟ تقول لي كده. لا لا السوبر طيب ايه؟ السوبر ايه ايه؟ رايك بقى ان هيجوا معايا الماتش طب الجاي؟ السوبر ايه؟ تهرب ليه؟ السوبر لا ايه؟ سوبر، ما انا بقول لك الاهلي والزمالك السوبر فرحونا، ايه؟ الاهلي والزمالك ايوه فرحونا. لا 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 استنى خلينا اهدى شويه بقى. ايه طيب؟ لا واحده واحده بقى سيب عليا، السوبر يعني؟ اسيب السوبر شويه، لان دلوقتي احنا طلعنا من، انت متوتر. لا طلعنا من حاجه، الدوري كانت حاجه صعبه جدا لغايه ما الحمد لله خدنا الكاس، عايزين نهدى شويه علشان نبتدي ايه خايف؟ نفكر. لا 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 مفيش خوف في الكوره ابدا، الزمالك دلوقتي ماشي بطريق كويس جدا، والاهلي طبعا فريق محترم، فان شاء الله يعملوا لنا ماتش كويس. طيب بمناسبه الماتش ده بقى، ايوه ومناسبه ان انا قدامي نجم كبير جدا كابتن كمان، ازاي نهدي الدنيا؟ لا انا شايف الناس بتقول لك اصل الاعلام احنا الاعلام اهو بنقول الدنيا تهدى، رجاء من جماهير نادي الزمالك، رجاء من جماهير نادي الاهلي، الهدوء الهدوء اللي بيحصل الفتره دي يعني حاجه كويسه. احنا الكره المصريه رجعت، جماهير رجعت، نظمنا كاس الامم الافريقيه، ابدعنا في تنظيم كاس الامم الافريقيه، جماهير كانت ماليه الاستاد، الاهلي خد الدوري، الزمالك خد الكاس، في مباراه للسوبر يوم 20 هي بدايه الدوري العام المصري اللي على طول باك تو باك معاها يوم 21، هي اول مباراه في الدوري، ملاعب رجعت، جماهير بترجع، نهائي الكاس كان بجماهير، نتمنى السوبر بجماهير، يعني عايزين، وانتوا دايما الجماهير احنا ما بنرجعش، احنا عايزين نرجع، احنا عايزين نرجع. طب ايه اللي بيتقدم عشان الجماهير ترجع؟ هي نظريه بسيطه، ايه اللي بتقدمه الجماهير عشان ترجع المدرجات؟ مش عايزين احتقان، مش عايزين يعني المواضيع تاخد اكبر من حجمها. الاهلي خد الدوري مبروك، الزمالك خد لا اخر الدوري ولا اول الدوري ولا اخر الكاس ولا اول الكاس، البطولات لسه جايه كتير والمنافسات جايه كتير، فبنتمنى الهدوء من الجماهير لصالح الكره المصريه. حلو جدا. اتكلم بقى بصراحه، يعني لو احنا عندنا لقطه لجماهير الزمالك في الدقيقه 74 ولع الكشافات احتراما لحسبهم شهداء ان شاء الله والاهلي بيعمل للاهلي، كده، تعال بقى في الدقيقه 21 جماهير الاهلي اللي بتروح الاستاد بتولع الكشافات طبعا احتراما ل نحسبهم شهداء جماهير عليك، الزمالك. بنشوفها في كل الماتشات. حلو جدا. طب ايه اللي ايه، طالما انت عندك الحته الحلوه دي وبتحترم الناس اللي هي فقدناها في الماتشات، طبعا عليك، وايه ما فيش حد بيقول لك افتح الكشافات، انت ذات نفسك بص اي ماتش 40,000 10,000 20,000 كله في 21 و74 زمالك واهلي بيفتحوا الكشافات. طب ايه الروح الحلوه دي؟ ليه بنضيعها؟ جبنا ماتشات كتيره جدا، انا ان شاء الله باذن الله هبقى اجيب لك بعض اللقطات من الماتشات، انا بحب اسجل الماتشات علشان اطلع منها تكتيك صغير في التدريب بتاعه كده، هجيب لك لقطات لماتشات افريقيه وماتشات دوليه، علم الزمالك مع علم الاهلي ده على طول اتنين قاعدين جنب بعض وماسكين علم زمان على طول، واحد لابس فانيله نصها زمالك ونصها اهلي. ايه بقى اللي بيشعل الدنيا؟ قول لي ايه اللي بيشعلها؟ اذا كان دولت بيحبوا بعض، طيب انت بتروح المدرج وتفتكر الزمالك ليه؟ بتوع الاهلي بيروح المدرج والدقيقة 21 بيفتحوا الكشافات ليه؟ بيفتكر الزمالك ليه؟ بيفتكر الزمالك بالحاجة الجميلة ليه؟ طب بتوع الزمالك بيفتكروا بتوع الأهلي بالحاجة الجميلة ليه؟ طب ليه اللي بتوع السوشيال ميديا اللي قاعدين، اللي بقى اللي ما بيروحوش المدرجات، هم اللي بيولعوا الدنيا ليه؟ إذا كان في المدرجات بيحبوا بعض وباين إن هم بيحبوا بعض بدليل التعاطف هنا والتعاطف هنا، فأنا عايز أقول التعاطف دوت يا ريت نشتغل عليه في الإعلام
ويجي كتير وفريق الاهلي جنب فريق الزمالك علشان الشحنه دي تخف شويه. ان شاء الله تخف وان شاء الله الناس عندها وعي، وان شاء الله مباراه الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك في السوبر المصري يوم 20 تكون بدايه حقيقيه لعوده الجماهير وبدايه حقيقيه لكره القدم المصريه، لان هنبني عليها ان شاء الله من مباراه الزمالك والاهلي وحضور الجماهيري والالتزام الجماهيري والفائز زي ما حصل في الكاس وزي ما بيحصل في كاس الامم الافريقيه. فاصل ونرجع نتواصل مع نجمنا الكابتن جمال عبد الحميد لمتابعه يعني استمرار احتفال نادي الزمالك او طبعا صعود نادي الزمالك لمنصه التتويج في كاس مصر.